ميراث تاريخي وإنساني عظيم يجمعنا. علاقات امتزجت فيها الأرواح والدماء، وتشكل خلالها نسيج وثيق من الترابط والتعاون بين البلدين، لينتج عنها شراكة استراتيجية في شتى المجالات. تشكل زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الكويت تأكيداً على متانة نهج متكامل من العلاقات الأخوية والاجتماعية، ونموذجاً يحتذى به بين الأشقاء. وهكذا تترسخ العلاقات المصرية الكويتية وتزداد قوة وتميزا لتلعب دورا رئيسا في احتضان قضايا الأمة وتحقيق تطلعات الشعوب.